رئيسة جمعية الحرف التقليدية والأشغال اليدوية في بلدية التالية، وحنا في منطقة نائية ولاد جبارة. بدينا التعليم حرفة السلالة مع 15 بنت، بدلنا معهم 6 شهور تاع ستاج، وخدموا 15 البنات نتاعو على هذو كملوا ستاج تاعهم، وراهم في الميدان وراهم نتجوا الأعمال تاعهم. ورحنا نطمعوا باش نديروا حفلة خيزوران، نديروا السلال خيزوران. تورينا نوع من الخيزوران كي داير؟ خيزوران ماهوش واجد عندنا. بس عندك أنا سلك القصبة. هذه؟ قصبة كيما نقولوا، احنا عندنا سلة وهما والقصبة. هذا هو الخيزوران؟ لا، هذا القصبة. القصبة، خيزوران في الخيزوران نوع آخر. كاين أنواع بزاف في الخيزوران، وهذا نوع من الأنواع. احنا خدمنا القفة وكان عندنا هدف منها. وهذه القفة باش مخدومة؟ مخدومة بالدوم. هذا الدوم. دوم. دوم فيه الناتورال، وكاين اللي فيه احنا درنا اللون البرتقالي. لا لا، الغوز. الغوز هذا الغوز بنت دوم ولا دوم؟ دوم بصح درنا له هذاك اللون باش يجي ديفيرون العادي، باش يكون فيه تنوع. صح. احنا عندنا هذه الفكره باش نديفيتو لي ساشون بلاستيك بان بالقفة التقليدية تاعنا تاع الجدود. احنا غادي نرجعوها للميدان ان شاء الله. ان شاء الله ونشري فيها صوالحها وتقضي فيها ان شاء الله، باش تكون عندهم هذيك. وهادو شتاهم؟ هادو الحس تاع القفة التقليدية. هادو عاد نخدموا فيهم الخبز. هذوك شغل كيما نقولوا حنا تاع جدود، يعني ميدونه. لا، ماشي ميدونه، هذيك الراسه نكرسوا فيها الخبز. الكراسه يعني كي شغل السني، كنديروا فيها البسس، نديروا فيها الخبز، نديروا فيها. هنا البنات داروا على شكل نجمه باش شغل ديكور. ديكور واه. هذيك الراسه نديروا فيها الخبز، نديروا فيها البسس. البسس. ومن طون قدروا نحطوا فيها لا سوبيان. صح. كي تكون هكا فوق الطابلة نحطو فوقها لا سوبيان، كاين للست. وخاصة تشهي في رمضان. ايوا في رمضان نحطو فيها. وهذه تانيك عندها 6 صغار يديرو فيهم الغرفة. وا هي 6 معاها. وا هذه كبيرة معاها 6 صغار باش يديرو فيهم الغرفة وفي لا سوبيان. الله يبارك. كاس تاع الخير تاع الجلود، هذا نديرو فيه الطعام، نديرو فيه الفول، نديرو فيه الخبيزة، نديرو فيه أي حاجة. الشلق نديرو فيه كل حاجة. كل حاجة. الخضرة تفور كل شيء. هذا تقليدي محض. ومشي كيما تاع الحديد، لخاطر الحديد يطول في الطفوة ومشي صحي. وهذا خفيف. هذا خفيف. هذا يطول خفيف وصحي. وصحي واه. وفيها الريحة تاع الحلفة. تاع الحلفة يعني تبقى فيها الريحة شابة واه. راني نشوف ماشي أنواع، أنواع كثيرة نشوف في القفة. صغيرة كبيرة، هذه بالحلفة. هذه حلفة هذه. يعني اختلاف، ها هي زعما ها هي حاجة عرفناها جديدة يعني بين الحلفة والدوم. الدوم حلفة. والحلفة هذه كي تخدمي بها تكون خضراء ولا تكون ما تكونش يابسة؟ لا تكون خضراء. يعني أنت راه عندك جبتك رئيسة الجمعية وعندك خبرة فيها، يعني هل الحلفة تطول كيما هذيك القفة تطول؟ كيفاش تطول؟ لا ماشي بالخدمة، يعني واحد كي يستعملها، راني شريتها عليك واستعملتها عشان تقعد لي. المدى الطويل عندها. وعليها باش ماشي زعما غادي يومين شهر ولا تقطع، لا هذه تقعد على المدى الطويل. يعني قادر تلحق تعيش بزاف. تعيش بزاف. وخير من البلاستيك اللي احنا نجيبو كل يوم ساشيو بلاستيك ونقيسوها في الناتيرا، وراها عيفه، راها ولات الناس كاع ولات ما عندهاش ذاك الاهتمام تاع البيئه، راهم يشرو ولا يشرو شنو قيسو. ولينا كي نخرجوا في الزنقه نلقوا الساشيوات معمرين البيئه تاعهم. احنا مازلنا باش يديروا هذه القفه تكون عاده عندهم، عاده وتاع الجدود، وفي نفس الوقت يعني تقدر التقاليد والعصر، يعني عصريه كذا ولات العصر صحيح. جبنا قفه، زدنا لها الديكور، منها زواق، منها هذا بلاستيك باش ما نقيسوش، درنا به القفه. يعني راك استعملتي جوج صوالح، الحلفه والبلاستيك. والحلفه والبلاستيك. الله يبارك. الله يبارك. قفه تقليديه ومايطون عندها الغلاقه نتاعها، نديروا حاجه فيها باش ما تبانش، كيما كي نمشوا نشروا حاجه ولا نمشوا ضياف باش تكون.
تكون مسطوره المسطوره من نديرو صالحه في بورصه كاع الناس تشوف شراك شاري بصح كيما هكذا ما عرفوش شراك جاي يعني تاع السطر شي ندير مسطوره واه ومن طولها ثقيله متينة ما تقطعش وحتى هذه تاع عندها تقدر تعيش بزاف هذه تعيش هذو ماشي زعما كي تخدمها تقطع هذه تقعد ممكن تقعد سنين